العضوية يعني النمو على الكمبون مثل الإيثار وكلورا. مع ذلك لو بنبدأ عشان التقلاص بينه وخلي الجديد يقرأ لا فيه تمام؟ شكرا الأولانية مادة يعتبر الأنواع المياتية في النباقة عدم مبارنة بالكارب أولا هذا مثل الكامل الكلورا يعني شكرا يعني ما الطبقة الجو ما نجري فيها بس لو تتحس فيها أكو عازل حراري بيها يعني أكو طبقة دهنية خفيفة تحت الجلد يعني هاي تعتبر ديرمال انفيليتر تحافظ على درجة حرارة هذا الترمائي هو إيه؟ يعني هذا الترمائي هذا الترمائي هو إيه؟
الفاتي أسيد خلاص إنه القوام عشان
الدائرة دي وسط الشوك، ونحتاج طاقة هاي الفاتي أسد تنكسر من الترايزرات وتروح أنت نجبر على مكتايا زي المسافة بالبلاس ترين فرام أدي وسط الشوك وإيه ورشون هاي عملية الترانسبورتر. بما أنه هي تعتبر يعني دي هو بولا أموال، يحتاج الفاتي أسد إلى أيضا بارتباط بروتين على متن مختلف. شو نوع البروتين اللي عندنا؟ تمام؟ يعني لو جبتكم دي مش عن الفاتي أسد يروح من الأديبوت الشو للبرشلونة بواسطة الارتباط بواسطة الارتباط. إذا أنا اكتفيت من الطاقة هاي الحالة شو حيصير؟ إنه ريستريفايد يعني شو إعادة أسترة للفاتي أسد وهي الكوليسترول بتكون ترايبلسيد وتروح تنخزن للأديبوت الشو. يعني هسه أنا بقول محتاج إلى أن يرجع إلى أتي بيدينوسين ترابيس شو نحتاج؟ أطلع عنها من الكربوهيدرات أو من الليبيد أو من البروتين. الفاتي أسيد الطاقة طاقة اكتفيت من الطاقة أرد أخزنها بالترايب. شو نخزن الفاتي أسيد أرد يتأثر مرة ثانية ويا الكوليسترول بكون ترايب يصير. بس الواقع العام ما نفاي الفاتي أسيد يعني حد الدرجات الحرارة من 4 إلى 6 درجات تمام؟ ممكن الكاربوكسيل آر سي أو إتش هاي الآر من 4 إلى 6 كاربوكسيل جروب دلالة على وجود أواصر من الزاوية الدينية. ها، الدلالة على شنو؟
Yeah.
الكربوكسيل، هذا الجزء الكربوكسيل يعطي نوع من البولاريه، تمام؟ ولو لو كان ما تأثير هو يعتبر من البولاريه، لذلك نوعا ما في هايبوفيل، زين؟ Thank you.
يسمى هو صفات الليبر خلايا الكبدية تسرع الهيباتكسيا بالضبط اسمها تسرع الهيباتكسيا هي عملية يسمى عملية
حضرتك البرانك بتاعك الاس بي ار سي اسمها الماتع المريض العربي تمام؟ فهنا هتجيب تايم اوت كده 14 16 18 وهنا بنحط المريض العربي يعني كده مشكله صغيره في الساعه بتاعتك ومحطيها ستيشنري في الموبايل وشويه في الموبايل سيلك الجو هم ماخذين موبايل عليه وشغلات فهذا البارجراف الحكي نفسه اللي بيجيبه نيجي عاد الموضوع اللي هو انفيبادي فيجن ليش يسمون ليفل انفيبادي؟ الانفيبادي يعني هاي فيجن زائد هاي فيجن يعني بالكلية عسل انفيبادي يعني دلالة على ان جزء من هاي فيجن والجزء الثاني هاي السبب في
والدم عشان اللوك تشيك بارتس بس نفس الوزن نفس الملفات هذا ما شفني قصيرة هاي طويلة إيش تتوقع مني أولي أكثر أقول لك قصيرة أكثر بي أو إس أو إس أو طويلة طويلة يعني لون 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 ولا خدت طويلة سيارة قصيرة مقطعة كل هالجد بيها سيارة كل أرقام شحنية قصيرة ما يا ولد دي كاربوكسيل طويلة ولا قصيرة قصيرة مو كل شوية بيكاربوكسيل بينما هذا كل هواية ما بيكاربوكسيل زي معناتها أنا إيش قد أحتاج أنا أحتاج من قصيرة أكثر لو طويلة أكثر في القصيرة كل ما صار شورت شيك انا احتاجيت ان اي اكثر وانما صار شو يسمونه بيرسوليشن اخر شيء عندي هذا المحطه الطلاب سميتكم واضح وتريدون تعملون بها الدواء ما قلت لهم من هذا المحطه الا الدواء شارب الان بروتين فاش الى اخر كان بربع الدور بروتين فاش من هالسيد بفاش كان بفاش الى اخر عمليه تتم ميتابوليزم لو انا بوليزم هذا واحد يعني اهدم الجزيئات الكبيره ودا ابطئ جزيئات صغيره مثل العمليه بالعكس يعني بتكبر قوانين صعبه الى ان يؤثر قوانين البروتين وقد يؤثر قوانين